بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الاهلي العظيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الترند، حلقه بدايه الاسبوع مع ختام الموسم. خلاص بنتكلم في ايام قليله جدا، يعني حوالي اسبوع 10 ايام وينتهي الموسم القروي 2022-2023. الحمد لله موسم كان متميز جدا على جميع المستويات، ولكن بالنسبه لقطاع كره القدم تحديدا الاهلي حقق كل شيء. احتفالية تتويج الدوري بعد مباراة حرس الحدود ده كانت احتفالية لتتويج موسم بالكامل، حصل فيه اجتهاد وشغل وانضباط وعمل مؤسسي كبير جدا لإدارة النادي الأهلي. ولكن على جميع الأصعدة كان فيه نجاحات مهمة، بنتكلم في قطاع كرة اليد، قطاع كرة السلة، قطاع كرة الطايرة، قطاع النشاط الرياضي بشكل عام، على المستوى الاجتماعي موسم نقدر نقول موسم تاريخي على جميع الأصعدة. الحمد لله نجح النادي الأهلي خلال هذا الموسم في كتابة تاريخ جديد، وخلال الأيام المقبلة هيستعد الأهلي لموسم جديد عشان يكتب تاريخ جديد لبطولات جديدة إن شاء الله الأهلي هيشارك فيها خلال الفترة المقبلة. حلقة النهاردة من برنامج الترند هنرصد فيها الاستعدادات لمباراة بيراميدز غدا، مباراة قد تكون تحصيل حاصل بعد حسم الدوري العام، ولكن مباراة تحظى بمتابعة وجماهيرية كبيرة جدا خاصة من جماهير النادي الأهلي. كيف يستعد الأهلي؟ كيف يستعد بيراميدز؟ كيف يستعد اتحاد الكرة لتعيين طاقم تحكيم هذه المباراة في ظل أخبار كتيرة النهاردة هنقولها في برنامج الترند عشان نلقي الضوء على مسألة التعيينات قبل الموسم الجديد، لأن الموسم الجديد النادي الأهلي كان حذر من أهمية ما حدث خلال هذا الموسم لتطوير المنظومة في الفترة اللي جاية، وملف التعيينات جزء من تطوير منظومة التحكيم للموسم الجديد. كمان هنتكلم على ملف إفريقيا، ماذا ينتظر الأهلي خلال الفترة المقبلة، متى يعني يتم الإعلان عن قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد. كل ده النهاردة بالتأكيد من خلال برنامج الترند، كواليس وأخبار كالعادة هتسمعوها من خلال برنامجنا طبعا المشاهدين ولكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة في رأيكم ما هي أفضل مباريات الأهلي هذا الموسم في بطولة الدوري؟ الأهلي لعب حتى الآن في الدوري العام 32 مباراة، بكرة المباراة 33 ومباراة المصري يوم 26/7 المباراة 34، ولكن حتى موعد مباراة الحرس الأهلي لعب 32 مباراة. من وجهة نظركم أفضل مباريات الأهلي خلال هذا الموسم؟ شاركوا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك، تعرض أكبر قدر من آرائكم في ختام الحلقة. لكن نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز. وكمان كولر، فخور أن أكون جزء من تاريخ هذا النادي العظيم. وفي الترند العالمي، أندية العالم تتنافس على ضم مبابي بعد حسم مصير كريستيانو وليونيل ميسي. الآن الحديث على امبابي، ينتقل إلى أين؟ هل ممكن ينتقل للدوري السعودي؟ هل هيستمر في باريس سان جيرمان؟ ده نتعرف عليه خلال الفترة القادمة، ولكن أحاديث كثيرة جدا وأخبار بتتناثر هنا وهناك حول مصير كيليان امبابي. طيب، مباريات اليوم في كأس الرابطة والنهاردة المباراة النهائية، نهائي كأس الرابطة الساعة 8:30 من مساء اليوم، المصري في مواجهة مع سيراميكا كليوباترا. في النسخة الأولى فازت فيوتشر، وفي النسخة الثانية مواجهة ما بين المصري مع سيراميكا كليوباترا. بالتأكيد هنتابع هذه المباراة مساء اليوم الساعة 8:30. دي كانت بداية مهمة جدا في برنامج الترند. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل. بكرة مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي مع بيراميدز. الناس هتقول لي مباراة مهمة إيه، ما خلاص الدوري خلص واحتفلته والموسم انتهى والمباراة القادمة تحصل حاصل. لا، كولر بيتعامل مع المباريات الأخيرة بنفس قوة بداية الدوري. فكرة السعي لتحقيق رقم قياسي كانت من أهداف كولر على فكرة في الفترة الحالية، واشتغل على ده خلال الفترة الأخيرة، بدليل إن كل العناصر الأساسية والتشكيل الأساسية مكملة معايا لغاية دلوقتي، لسه ما اداش قرار بمنح الأجازة أو الراحة السلبية للفترة الجاية. ودي جزئية أنا جاي أتكلم عليها برضو، لأن الراجل معذور في حاجات، عايز يعرف إيه اللي جاي عشان يقدر يحدد امتى يدي اجازه، امتى الفريق يرجع من الاجازه والراحه السلبيه، وامتى يستعد للموسم الجديد. ودي نقاط مهمه جدا لانها مرتبطه ببرنامج فتره اعداد وحاجات كتيره. الراجل كمان من ضمن تفكيره
مش فكره ان انا ادي اجازه 5 ايام وارجع مجموعه وادي اجازه 5 ايام، شايف ان ده مش راحه سلبيه لفريق بعد موسم طويل وشاق لعب فيه ما يقرب من حوالي 60 مباراه مثلا لغايه دلوقتي. فالجزئيه دي انا هتكلم عليها، ولكن ماتش بكره ماتش جماهيري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي في المقام الاول، لان مباراه الاهلي وبيراميدز بتحظى بشعبيه ومتابعه كبيره جدا من الجماهير، خاصه الجماهير الاهلاويه او حتى جماهير الفرق المنافسه اللي بتبقى كمان حريصه على متابعه هذه المباراه. مباراه الاهلي هيكون موجود فيها بالتشكيله الاساسيه، فكره ان يحصل تدوير او روتيشن في التشكيله ده وارد، ولو ان كولر ما بنبقاش عارفين طبعا بيفكر ازاي في المباراه، ده شيء كويس جدا على فكره ان الاعلام ما بيبقاش عنده التفاصيل الفنيه اللي ممكن كولر يشتغل عليها عشان يحضر نفسه للمباريات. بيراميدز في لعيبه كانت غايبه الفتره الاخيره بسبب الاصابه، في لعيبه كانت واخده اجازات شويه، هل ممكن تبقى موجوده بكره؟ ده هنعرفه خلال الساعات اللي جايه. ولكن كيف يستعد الاهلي لمواجهه بيراميدز؟ نروح بسرعه الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع مراسلنا محمد توفيق اللي موجود حاليا في مقر النادي الرئيسي وبجوار ملعب التتش قبل بدايه التدريب الخاص والرئيسي للفريق قبل الدخول في معسكر مغلق. توفيق مساء الفل. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ما هي اخر الاخبار عندك واستعدادات الفريق لمباراه بكره والنهارده في دخول لمعسكر مغلق؟ وامبارح كولر كان عمل تدريب في الصباح الباكر رغم ان كان الفريق يعني لسه خارج من احتفاليه مع ماتش الحرس، ولكن كولر كان ليه هدف انه يعمل التدريب في اليوم التالي في الصباح والنهارده التدريب مساء قبل الدخول في معسكر مغلق. بالطبع محمد انت عارف مفيش وقت للراحه، على طول يعني بتنهي مباراه بتستعد للي بعدها على طول، يمكن على طول الفريق زي ما انت قلت كان في تمرين صباحي. اعتقد يعني هو ده طبعا مش يعني مش خبر صدر على الجهاز الفني، ولكن دايما مستر كولر معودنا ان دايما لما يكون في احتفال ببطوله او في احتفاليه او حاجه تلاقيه تاني يوم على طول يا محمد عامل التدريب صباحي. ببقى يعني دي شفناها اتكررت في اكتر من مره بعد بطوله السوبر وكمان بعد بطوله الدوري ومباراه حرس حدود. اعتقد ان بتبقى رساله موجهه للاعبين ان لا خلاص احنا الاحتفال خلص امبارح بالليل كان اخرنا في الاحتفال، احنا النهارده ومن الصبح كمان بادئين استعداد لمباراه جديده، خاصه انه كان محتاج يدي الفريق راحه محمد، ففضل ان يديها في اليوم التالي ولا يعني مش اليوم اللي بعد المباراه على طول، لا يعني فضل ان هو يديها بالامس الجمعه ويدرب الفريق على طول ثاني يوم المباراه يكون في تدريب على طول عشان يخشوا في اجواء المباراه، خاصه انها مباراه مهمه جدا يا محمد زي ما كنت بتقول في مقدمتك، مش بس جماهيريا انت كمان رقميا يا محمد بتتكلم انها ما بين بطل البطوله ووصيفه، يعني انت النادي الاهلي هو بطل الدوري العام وطبعا للمره 43 في تاريخه، وبيراميدز يعني نظريا وعمليا هو في جدول الترتيب هو طبعا يعني في المركز الثاني خلف النادي الاهلي على طول. يعني بيراميدز 70 نقطه، النادي الاهلي 82 نقطه ومتبقين مباراتين، ولكن طبعا تبقى مباراه زي ما بنقول فنيا وفي الملعب هي ما بين بطل البطوله ووصيفه في الجدل، فاعتقد انها مباراه مهمه بشكل كبير جدا لجمهور النادي الاهلي وللاعبين كمان، خاصه في ظل حاله النديه اللي بنشوفها محمد ما بين الفريقين في الفتره الاخيره، ويمكن الحمد لله اكتساح تام للنادي الاهلي السنه دي، انت بتكسب مباراه الدور الاول 3-0 في الدوري العام، بتاخد كمان بطوله نهائي كاس مصر النادي الاهلي بيفوز فيها 2-1، وكمان السوبر المصري النادي الاهلي بيتغلب 1-1 على فريق بيراميدز، فاعتقد ان شاء الله يكون غدا استكمالا لهذه السلسله الرائعه من النتائج على فريق بيراميدز وصيف النادي الاهلي زي ما بيقول هذا الموسم. يمكن الساعه 7 بالظبط يا محمد الملعب بيجهز حالا دلوقتي لاستقبال طبعا لاعبي النادي الاهلي، في تمام السابعه مباشره هيبدا تدريب الفريق اللي طبعا هيسبقه محاضره فنيه مستر مارسيل كولر هيتكلم فيها مع اللاعبين عن المباراه، خلاص هيخش في الجوانب الفنيه النهارده والتدريب الرئيسي، هيتكلم طبعا عن فريق بيراميدز واهم خطوط اللعب عنده وطبعا الخطه اللي هينمو باذن الله يطبقها في المباراه. زي ما انت بتقول يا محمد ما بنبقاش عارفين هو هيبدا بمين الماتش الجديد، كل يعني ماتش مستر كولر بيفاجئنا بالتشكيل ما حدش بيكون عارف دماغه فيها ايه وهيعمل ايه، بس اهم حاجه ان طبعا ثقه كل جمهور النادي الاهلي موضوعه في مستر مارسيل كولر، وهو الراجل بصراحه عمره ما خيب ظننا يا محمد وعنده حسن ظن جمهور النادي الاهلي دائما، واعتقد بقى خلاص ان العلاقه ما بين مستر مارسيل كولر وجماهير النادي الاهلي بقت علاقه خاصه جدا بقى فيها ثقه محمد، واعتقد ده مهم جدا لاي جهاز فني عشان ينجح ان يبقى فيه ثقه مهما بيلعب مهما يستبعد من اللاعبين، انت عندك ثقه وواثق في الراجل انه ان شاء الله هيحقق النتيجه اللي انت بترجوها كجمهور باذن الله. زي ما قلت لك التدريب هيبتدي فيه تمام السابعه، هيكون طبعا بعض الجوانب البدنيه في البدايه ومن بعدها تدريبات الكره اللي دايما مستر مارسيل الكره معودنا عليها، وهيختتم المران بتقسيمه قويه باذن الله، طبعا هيبقى مشارك فيها كالعاده 3 فرق من اللاعبين اللي دايما يا محمد تقسيمه قبل المباراه دي بتبقى ممتعه جدا، بنشوف حماس كبير جدا من اللاعبين كله بيبقى حريص على حجز مكان في القائمه او التشكيله الاساسيه اللي هتبدا المباراه ثاني يوم على طول باذن الله. عقب نهايه التدريب هيكون في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره او استاد الدفاع الجوي عفوا، يمكن الماتش هيبقى في استاد الدفاع
الجو ماتش بيراميدز الماتش ده. يعني عاوز اقول لك ان فندق الاقامه بينه وبين استاد الدفاع الجو بالظبط يا محمد 7 دقائق باذن الله رب العالمين. وده هتبقى ميزه باذن الله ان هيبقى على طول قريب من الفندق، والتحرك هيبقى قبل المباراه بوقت قليل. ان شاء الله يكون كل دعوات جمهور النادي الاهلي مع الفريق، وان شاء الله كمان التوفيق ربنا يكون مع الفريق، وباذن الله نشوف بكره اداء ممتع يمتع كل جماهير النادي الاهلي، وكمان 3 نقاط جديده وتوصل لنقطه 85 باذن الله. سؤال اخير يا توفيق، السولية ومحمود متولي يلحقوا الماتش بكره ولا لسه شويه؟ بالطبع محمد، يمكن اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبله التدريبات اللي فاتت، وكمان اتكلمت معاه النهارده. دايما بنتابع لعيبه النادي الاهلي سواء عمرو السوليه، محمود متولي، وكمان اكرم توفيق وكريم فؤاد، يمكن طبعا شغالين كلهم في برامجهم التاهليه والعلاجيه بشكل اكثر من رائع، ولكن بالطبع هيبقى صعب جدا لحق سواء عمرو السوليه او محمود متولي باي مباراه هذا الموسم. اعتقد هيبقى ارجاء زي ما اتكلمت مع دكتور احمد، قال احنا مش مستعجلين، خلاص الموسم بينتهي، احنا خلاص اخر مباراتين في الدوري العام، لسه موقف كاس مصر ما اتضحش، فمش هيبقى فيه استعجال انك تدفع باي لاعب، خاصه انك عارف محمد بكره مباراه بيراميدز هتبقى مباراه قويه جدا خاصه في وسط الملعب. انت عارف ان يعني اميز خطين في الفريقين هما خطي الوسط سواء في النادي الاهلي او كمان بيراميدز، فهتبقى مباراه صعبه جدا خاصه ان يعني في تنافس في النديه على طول، مباراه مهمه خاصه للنادي الاهلي وجماهيره، فاعتقد هيبقى صعب جدا انك تدفع باي لاعب عائد من الاصابه. فاعتقد ان خلاص باذن الله يكونوا جاهزين على بدايه الموسم، ويكونوا في اتم حاله بدنيه وفنيه، وان شاء الله نبدا الموسم محمد باذن الله بخليه خير، يعني خاليه تماما من الاصابات، ونبدا بسكواد كامل ان شاء الله، عشان عندنا استحقاقات كتيره جدا، وجمهور النادي الاهلي يعني مستني كتير جدا من فريق النادي الاهلي، ابطال مصر وابطال افريقيا، اللي يا رب دايما يا محمد يفضلوا يعني في مكانهم الدائم على عرش الكره في افريقيا وفي مصر كمان باذن الله. زميلنا محمد توفيق، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيره قبل استئناف الفريق للتدريبات والدخول في معسكر استعدادا لمواجهه بيراميدز بكره. طيب ليه كولر عمل تدريب في الصباح؟ زي ما قال توفيق، بيبقى الراجل حريص دايما يطلع الفريق من اجواء الاحتفاليه ويركزوا في التدريبات، ولكن في نفس الوقت برضو كولر كان زعلان متضايق، ماتش الحرس كان عايز يكسبه، عايز يوصل ل90 نقطه، يعمل رقم قياسي وعدد نقاط ما اتحققش في الدوري قبل كده، فكان زعلان ان ما كانش فيه تركيز، كان فيه اهدار للفرص العديده في مباراه حرس الحدود. وبالتالي انا شايف ده شيء ايجابي من مدير فني، دايما عايز يخلق دوافع كتيره عند اللاعبين وعند الفريق في كل المناسبات، وده شيء رائع جدا عشان المرحله اللي جايه. ولكن ايه اللي مزعل كولر بقى في الفتره اللي جايه؟ اولا عندنا مباراه بيراميدز بكره يوم 23/7، ثم مباراه المصري يوم 26/7، والدوري بشكل رسمي ينتهي على خير. في مباراتين للاهلي متاجلين في الكاس، مباراه الداخليه يوم 30/7، وفي حال الفوز ان شاء الله مواجهه المصري ايضا يوم 3/8، لان المصري كان كسب وتأهل لدور الثمانية. ساعتها بقى الفايز والمتأهل هيلاعب إنبي في نصف النهائي، وفي مواجهة أخرى بين الزمالك وبيراميدز اتأجلت عشان الزمالك عنده بطولة عربية، فبالتالي نصف نهائي ونهائي الكاس مترحل للموسم الجديد بسبب مشاركة الزمالك في البطولة العربية. الراجل عايز يدي أجازة، ولكن مش عارف يدي أجازة من إمتى، فخايف يجي مثلا لغاية يوم 3/8 وبيلاعب المصري في الكاس ويكسب إن شاء الله، ويبقى ساعتها يقدر يدي أجازة، بس برضه مش عارف هيدي أجازة لإمتى. ما هي الفكره بالنسبه له يدي اجازه من نص 7 بعد مباراه الزمالك لغايه اول 8 او 5/8 ويبدا يستعد للموسم الجديد، لان في كاس سوبر في اول 9، ما هو برده كاس السوبر الافريقي لسه مش في اول 9، الميعاد الرسمي لسه مش محدد لغايه الان. 1/9 ده كان ميعاد الطرح في اللجنه التنفيذيه ولم يتم اعتماده. كمان الراجل خلاص عارف ان في ماتشات كاس مصر، وكان عارف ان في طلب للتاجيل لماتشات الكاس بسبب ان الداخليه بعد فتح باب القيد بعد يوم 26/7 مش هيبقى عنده سكواد يقدر يلعب بيه الاهلي، فكان الداخليه طلب التاجيل، والاهلي على هذا الاساس لما الداخليه طلب التاجيل الاهلي وافق، ما عندوش مشكله ان الداخليه يطلب التاجيل، لكن الطلب الرسمي جه من نادي الداخليه، فالاهلي ما كانش عنده مانع، لو الاتحاد مش شايف فيه مشكله في التاجيل فالاهلي موافق على التاجيل، ولكن لغايه اللحظه اتحاد الكره ما حسمش امره واخطر الداخليه رسميا ان التاجيل مرفوض وان الماتشات في ميعادها. فالراجل بالتالي بيشتغل على اساس ان لسه في ماتشات في الكاس يوم 30/7. طيب لعب الكاس وجي ادى راحه من يوم 3/8، هيدي راحه لامتى؟ لانه لسه مش عارف الموسم الجديد سواء للدوري العام او الموسم الافريقي هيبدا امتى. الدوري العام كان في كلام انه هيتلعب في منتصف 9، ولكن في كلام جديد طلع ان لا، روي فيتوريا عايز الدوري يبدا قبل يوم 7/9. ليه يا سيدي؟ قال لك اصل انا الاجنده عندي من 7/12/9، فلازم الفرق تلعب على الاقل اسبوع او اتنين قبل ما يبدا معسكر منتخب مصر في شهر 9، وبالتالي معنى كده ان في بدايه مباريات الدوري 1/9. فانا لو اديت اجازه من 3/8 عشان استعد للموسم الجديد في اول اسبوع في 9، فهنا الاجازه اكيد مش هتوصل ل21 يوم،
لان لو اديت اجازه 20-21 يوم هرجع يبقى قدامي اسبوع على بدايه الدوري الجديد. طيب ده الكلام بالنسبه للدوري. طب لو الكلام ده ما حصلش والدوري هيبدا نص تسعه، برضو الرجل متخوف مش عارف السوبر الافريقي امتى، وعلى هذا الاساس بيستنى يشوف موقف السوبر الافريقي، عشان لو السوبر الافريقي في اول اسبوع في تسعه قبل بدايه الاجنده الدوليه يبقى بالتالي الاجازه بتاعته مش هتبقى بالمده الطويله اللي عايز يديها للعيب، لان كولر عايز يعمل حاجه مهمه قوي، يا يدي اجازه بشكل مباشر للعيبه اسبوعين ثلاث اسابيع عشان اللعيب يفصل تماما عن الكوره، ما يبقاش مستني رساله تجيله على الواتساب يقول له انت اسبوعين وراجع، انت 10 ايام وراجع، لا يبقى محدد المده، انت اجازه لفتره كذا وخلاص. لكن فكره ان هو مستني يدي قرار على قرارات اتحاد الكوره او الاتحاد الافريقي دي عامله له ازمه، لان الراجل عايز يحدد خريطه الموسم اللي جاي. طب دي بالنسبه لجزئيه كولر. ماتش بيراميدز زي ماتش الحاره زي ماتش الزمالك، الراجل عايز يخش بالسكواد الكامل، بيستعد اكيد لماتشات الكاس، فهيعمل تدوير في شكل التشكيل. ممكن لعيبه لعبت ماتش الحرس تريح ما تبداش في ماتش بيراميدز، ده هنشوفه في مباراه بكره، وكولر بيفكر بكده طالما ماتشات الكاس في ميعادها هيبدا يتعامل بالشكل ده. طيب بالنسبه للدوري انا قلت في اتجاه ان اول تسعه نتيجه لرؤيه من روي فيتوريا مدرب منتخبنا ان هو عايز يلعب اسبوع او اثنين قبل بدايه الدوري. طب على المستوى الافريقي ايه اللي هيحصل؟ وخدوا مني الكلام دي او الكلام ده معلومات، يعني ما بقولش توقعات، دي معلومات. خلال الاسبوع الحالي هيتحدد بشكل رسمي موعد ومكان السوبر الافريقي، وانا قلت في حلقه يوم الاربعاء اللي فات ان اذا ما كانش التحديد قبل يوم الجمعه هيبقى الاسبوع اللي جاي، والاسبوع اللي جاي اللي هو بدا من النهارده. خلال الاسبوع ده في زياره لاحد الاماكن، دون ذكر اسمها يعني احتراما للمصادر، في زياره لاحد الاماكن او احد الملاعب عشان يشوفوا مدى جاهزية الملعب ومدى جاهزية فندق الإقامة والترتيبات الخاصة باستضافة هذا الملعب للقاء السوبر الإفريقي. خلال هذا الأسبوع إذا تم الاتفاق على جاهزية الملعب، والكلام اللي وصل لنا هيكون ملعب مفاجأة وهيكون مكان مفاجئ، لأن المباراة هيبقى فيها كرنفال كبير، فرقتين لهم شعبية كبيرة، الأهلي اتحاد العاصمة الجزائري، وعلى هذا الاساس الاتحاد الافريقي عايز يعمل احتفاليه كبيره في السوبر الافريقي الموسم الجديد. خلال الاسبوع ده لما يتحدد كل شيء هيتم الاختيار الرسمي للاتحاد المصري والاتحاد الجزائري على موعد ومكان السوبر الافريقي. المكان الكاف هيزوره ويحدد مناسب ولا مش مناسب، لكن الميعاد هيكون بالاتفاق مع الاتحاد الوطني اللي هيستضيف لقاء السوبر. اذا تم الاتفاق على هذا الامر هيتم الاعتماد وارسال الخطاب الرسمي خلال هذا الاسبوع، خلال هذا الاسبوع ان شاء الله، عشان الناس تعرف متى ومكان السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري. دي جزئيه. واعتقد الخبر ده هيكون يعني شيء يسعد مارسيل كولر عشان يحدد خريطه الموسم اللي جاي. الخبر الثاني، لسه مخلصين البطوله الافريقيه دوري الابطال والايام جريت بسرعه. ده الموسم اللي جاي احنا بنتكلم في 17/9 لقاء الدور ال 32. وانا سالت على مشاركه الاهلي، هل الاهلي هيبدا من دور ال 32 ولا طبقا لكلام الشركه الايطاليه مع الانديه اللي هيشاركوا في الدوري الافريقي الممتاز ان هم هيشاركوا من دور المجموعات؟ لغايه اللحظه دي الاتحاد الافريقي متمسك بمشاركتهم في الادوار التمهيديه، خاصه بعد الغاء ملحق كاس الكونفدراليه. الغاء الملحق ده عشان يفضل الاجنده من 20/10 ل 11 نوفمبر عشان تلعب الانديه دي الدوري الافريقي الممتاز، وبالتالي حتى الان الاهلي هيلعب دور ال 32 في الفتره من 17 الى 30/9. طيب الاهلي يتعرف على المنافس بتاعه امتى؟ يوم الثلاثاء او الاربعاء القادم بحد اقصى سيتم اجراء قرعه دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، يعني الاسبوع ده الاسبوع ده الثلاث او الاربع بحد اقصى سيتم اجراء مراسم القرعه. مش بقول هيتحدد الميعاد، لا الميعاد هيكون يا الثلاث يا الاربع. الاعتماد الرسمي المفروض خلال الساعات اللي جايه، ولكن الاتحاد الافريقي عايز يعمل القرعه خلال الاسبوع ده عشان الانديه تعرف منافسيها خلال الفتره اللي جايه، لان في دور تمهيدي اول في شهر 8 الشهر الجاي، فلازم على الاقل تدي مساحه للانديه عشان تبدا تجهز التاشيرات والسفر والتذاكر والكلام ده كله خلال ثلاث اسابيع اللي جايه. فالقرعه يا الثلاث يا الاربع الاسبوع ده، والاهلي هيعرف المنافس اللي هيواجهه في دور التمهيدي الثاني اللي هو دور ال 32 خلال الاسبوع ده باذن الله، وهتبقى المواجهه الذهاب يوم 17/9 والاياب يوم 30/9. طيب حاجة تانية، الدوري الأفريقي ممتاز إيه ظروفه؟ القرعة زي ما قلت قبل كده في شهر 9. في زيارة تانية للتفتيش على الملاعب الثمان أندية اللي هتشارك في البطولة، الأهلي، الوداد، الترجي وصن داونز، إنيمبا
سيمبا، بيترو اتلتيكو، مازيمبي الكونغولي، الزيارات دي هتبدا من اول 8. في زياره للنادي الاهلي في الفتره من 1 الى 4/8، زياره للنادي الاهلي في الفتره من 1 الى 4/8، وفي زياره لمازيمبي الكونغولي من 4 الى 7/8، وفي زياره للترجي التونسي في الفتره من 5 الى 9/8، وفي زياره للوداد الرياضي المغربي في الفتره من 9 الى 12/8. بحد اقصى الزيارات دي هتنتهي في منتصف اغسطس. بعد هذه الزيارات سيكون في هناك ورشه عمل للانديه في شهر 9 على هامش ورشه العمل في تنزانيا، ستجرى قرعه الدوري الافريقي الممتاز عشان الاهلي يعرف المنافس اللي هيواجهه، سيمبا ولا انيمبا ولا بيترو اتلتيكو ولا مازيمبي الكونغولي. واول مباراه للاهلي هتكون يوم 21/10 خارج مصر، وخلال هذه البطوله لن يلعب الاهلي اي مباراه في الدوري المحلي طبقا لقرار الاتحاد الافريقي الذي سيتم ارساله للاتحاد المصري خلال الفتره المقبله. دي جزئيه متعلقه بالفتره اللي جايه، مباراه بيراميدز، كولر زعلان من ايه اللي هيحصل الفتره الجايه عشان الموسم الجديد. طيب مباراه بكره مين اللي هيدير المباراه؟ حكم مباراه بكره مين؟ ماتش الاهلي وبيراميدز رغم ان المباراه يعني تحصيل حاصل، الاهلي البطل، بيراميدز الثاني والوصيف، والاثنين هيلعبوا دوري ابطال افريقيا، ولكن تعيين حكم او طاقم تحكيم هذه المباراه كان عامل ازمه شويه في لجنه الحكام. وانا لما بقول اكتر من مره ليه بركز في مساله التعيينات، لان دي الجزئيه اللي بتبين لي في تطوير ولا مفيش تطوير، في عداله ولا مفيش عداله، في تعيينات سليمه وبمعايير فنيه ولا مفيش. والنادي الاهلي لما طلع بيان وقال انه ارسل خطاب رسمي لاتحاد الكوره بيطالبه بالاهتمام بتطوير المنظومه التحكيميه والاهلي فايز بالدوري، ده اكبر دليل ان الاهلي يهمه تطوير المنظومه بغض النظر هو فايز ولا خسر، فده اكبر دليل. ولكن الاهلي لما بعت كده عشان الموسم اللي جاي، لان الموسم ده كانت فيه مشاكل، واكبر مشكله كانت في الموسم ده واللي بتواجه بيريرا دلوقتي، ودي هاجي فيها يعني هتكلم فيها بعدين مش دلوقتي، لان في مشكله بتواجه بيريرا دلوقتي هيجي وقتها وهشرح تفاصيلها، ولكن جزء من هذه المشكله مشكله التعيينات. ليه؟ ماتش الاهلي وبيراميدز كانت فيه اكتر من اسم مرشح لهذه المباراه، في بعض الاطراف داخل الاتحاد بتطالب باسناد المباراه لحماده القلاوي حكم الدرجه الاولى عشان لو ترشح للقائمه الدوليه يبقى الهيستوري بتاعه الموسم ده في ارقام تشفع له انه يكون مرشح للقائمه الدوليه، وده بيحصل في الفترات الاخيره حتى في التعيينات اللي بتحصل في تقنيه الفيديو. على فكره في حكام بتاخد ماتشات كتيره في تقنيه الفيديو عشان كده تعمل ارقام توصل ان هي لما تبقى مرشحه للقائمه الدوليه يحصل تزكيه وتقدر تخش. فكان ده الاسم. اللجنه فكرت في الكابتن محمد عادل، وانا في نفس المكان ده قلت قبل ماتش الاهلي والزمالك الكابتن محمد عادل كان مرشح للمباراه ولكن تم استبعاده دون اسباب، وتم تعيين الكابتن احمد الغندور، وتاني يوم كان في تعيين للكابتن محمد الحنفي طبقا لرغبه الكابتن توفيق السيد. محمد عادل اعتذر عن مباراه الاهلي وبيراميدز ورفض سياسه التعيينات اللي بتتم خلال هذا الموسم. بقولها لكم بصراحه، رفض سياسه التعيينات اللي بتتم خلال هذا الموسم، لان هو شايف وغيره من الحكام، انا بقول بقى طبقا للمصادر اللي بتجيلي من لجنه الحكام، هو وغيره شايفين بكلامهم مع اعضاء اللجنه ان في حكام الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بيعتمد عليهم ومصنفين، فانت كاتحاد محلي او كلجنه حكام الاتحاد الوطني لازم تديهم دفعه قويه وتديهم ماتشات كبيره، لكن انت لما ما بتعملش ده بتاثر عليهم بره. يعني ماتش اهلي وزمالك لا كان في محمد معروف ولا امين عمر ولا كمان محمد عادل. ماتش التتويج لا كان فيه امين عمر ولا محمد معروف ولا محمد عادل، بس جبت عمرو الشناوي بعد فتره لما كان بعيد تماما عن التعيينات بعد ما رجع من كاس العالم، ودي كانت غريبه برضو، الناس كانت بتتوقع ان يكون عمرو الشناوي على الاقل موجود في ماتش اهلي وزمالك، لكن ده ما حصلش. فمحمد عادل شايف ان التعيينات مش ماشيه بشكل صح، فاعتذر عن اداره مباراه بكره. طيب مين اللي هيدير مباراه بكره؟ الحكم الذي لم يدير السنه دي اي مباراه للاهلي ولم يدير السنه دي اي مباراه للبيراميدز هو اللي هيدير مباراه بكره. الناس تقول لي طب ما احنا ليه هنفتح بقى الكشكول وندور ونشوف مين 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 مين؟ هو الكابتن محمود ناجي. كابتن محمود ناجي لم يدير اي مباراه السنه دي للاهلي، لم يدير السنه دي اي مباراه للبيراميدز، تم تكليفه باداره مباراه بكره. محمود ناجي حكما لمباراه الاهلي وبيراميدز غدا ان شاء الله، وهذه المباراه المؤجله من الاسبوع ال 28 للدوري العام. لما يتم الاعلان الرسمي وخلال ال 72 ساعه اللي جايه هكشف لكم عن مفاجاه تتعلق بالتشكيل الجديد للجنه الحكام خلال الفتره القادمه،
في ظل المشاكل اللي بتواجهها اللجنة واللي بيعترض عليها عدد كبير جدا من الحكام، خاصة الحكام الدوليين، في مسألة التعيينات، لأن الأزمة بتكبر. وإحنا بنعمل سبوت على الجزئية دي تأكيدا على الكلام اللي قاله الأهلي في الفترة الأخيرة، تطوير المنظومة التحكيمية في الموسم القادم، لأن السنة دي أنا المستوى الفني بتاعي كان فارق بنسبة كبيرة، فكسبت رغم الأخطاء التحكيمية، ولكن السنة الجاية الله أعلم ممكن إيه اللي يحصل، ممكن تبقى الأخطاء أكبر من كده فتعمل لي يعني إعاقة إن أنا ما أقدرش أكمل، تعمل لي مشكلة في بعض الماتشات. فمن دلوقتي من بدري إحنا بنشوف المشكلة فين، ومن دلوقتي من بدري بندق ناقوس الخطر على المشكلة دي، ومن بدري قبل بداية الموسم الجديد هنعرف الناس مين اللي عامل مشكلة ومين اللي بيسبب مشكلة عشان السنة الجاية ما يكونش موجود، لأن نفس الشخص اللي عمل مشكلة أيام كلاتنبرج بيعملها دلوقتي، ولو استمر للسنة الجاية هتبقى أزمة كبيرة. والأهلي حذر في بيانه وقال لاتحاد الكورة تطوير المنظومة التحكيمية جزء لا يتجزأ من تطوير اللي بيحصل للدوري الموسم اللي جاي بعد الأخطاء اللي حصلت خلال هذا الموسم، خاصة في التعيينات، في ظل تعيينات غريبة بتحصل في تقنية الفيديو. لكن الأزمة مش تقنية الفيديو بس، ده حتى حكام الساحة، واديتكم سالة اهو دلوقتي على موضوع اختيار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز بكرة. كل ده والمباراة تحصيل حاصل، ما بالك بقى لو المنافسة شغالة لغاية الأسبوع اللي قبل الأخير، كنت هتشوف تفاصيل أكبر من كده. طيب نروح بقى لجزئية تانية مهمة، وهي متعلقة بمارسيل كولر. مارسيل كولر دايما بيعمل تفاعل مع جماهير النادي الأهلي، وعمل لقطة جميلة جدا على حسابه الرسمي على الانستجرام، وعمل إيه؟ كتب إيه؟ قال درع الدوري عاد إلى بيته. لو نعرض مع بعض على الشاشة صورة لي هو والجهاز المعاون بالكامل، وكتب وقال درع الدوري عاد إلى بيته، فخور أن أكون جزء من تاريخ هذا النادي العظيم. طيب سريعا عشان وقتنا، تعالوا نشوف كده السنة دي الأهلي مع كولر عمل إيه، لأن عندنا أرقام بصراحة مهمة جدا لازم نبروزها ونتكلم عليها، وفي جزء من الإحصائيات دي على فكرة كمان بنشكر فيها التطبيق 5 ستارز للإحصائيات، عامل جزء مهم جدا في مسألة إحصائيات الأهلي خلال هذا الموسم. أرقام الأهلي بكل البطولات في الموسم الحالي 2022-2023 من 8 أكتوبر حتى 22 يوليو، احنا بنتكلم في فترة زمنية 10 شهور. الأهلي لعب 56 مباراة، فاز في 41، اتعادل في 11، خسر 4 لقاءات، قد منهم طبعا مباريات في كأس العالم للأندية، ولكن في ال 11 تعادل 4 تعادل سلبي و7 تعادل إيجابي. في مباراة واحدة فاز فيها بضربات الترجيح، أحرز في ال 56 مباراة 107 هدف وتلقى 31 هدف. 15 ضربة جزاء الأهلي حصل عليها واحتسبت ضده 10 ضربات جزاء. طيب في أرقام تانية، ديانج لاعب الأهلي أكثر لاعب في العالم يخوض مباريات مع الأندية في عام 2023، لعب 40 مباراة، يليه الفرنسي إدوارد كامافينجا لاعب ريال مدريد 38 مباراة. الأهلي أكثر نادي في العالم يخوض مباريات في عام 2023، 43 مباراة في 2023، يعني من يناير لغاية شهر يوليو، يليه ريال مدريد 39 مباراة. وأرقام الأهلي طبعا لسه مرشحة للزيادة، لسه عندنا 4 مباريات فممكن نوصل ل 47 مع نهاية شهر 7. أكثر نادي في العالم حقق انتصارات في 2023 هو النادي الأهلي، 31 فوز، يليه السيتي 27، يليه اليونايتد وبورتو البرتغالي 24. الأهلي أكثر نادي في العالم توج بالألقاب في الست شهور الأولى في عام 2023، حقق 4 ألقاب، 4 ألقاب، السوبر، كأس مصر، دوري أبطال إفريقيا، الدوري العام. يليه 4 أندية كل منهم توج بثلاث ألقاب، السيتي، الدحيل القطري، الشرق الإماراتي وسلتيك الأسكتلندي. طيب لو بنتكلم كمان في أرقام لاعبو الأهلي في الموسم الحالي، مين أكتر لاعب سجل أهداف؟ كهربا اللي فضل موقوف 6 شهور، أول ما رجع من يناير سجل 15 هدف، يليه محمد شريف اللي عليه هجوم كبير جدا سجل 14 هدف. شريف رغم عدد مشاركاته مش كتير ولكن سجل 14 هدف. مين أكثر واحد صنع أهداف؟ علي معلول 19 هدف، حسين الشحات 14 هدف. مين أكثر واحد ساهم في الأهداف كإحراز وكصناعة؟ علي معلول 29، ثم حسين الشحات 24 هدف، ثم كهربا 22 هدف. طب لما حد بينزل بديل مين أكثر لاعب سجل كبديل؟ محمد شريف أيضا 5 أهداف وحسين الشحات هدفين. مين أكثر لاعب شارك السنة دي في الموسم كله اللي هو 2022-2023؟ أليو ديانج 50 مباراة، الشناوي 50 مباراة، محمد شريف 48، علي معلول 47، محمد مجدي قفشه 46.
الاهلي بطل الدوري العام 43 مره، كل الانديه الثانيه 21 مره، يعني الاهلي ضعف عدد كل الانديه اللي فازت بالدوري العام. طيب الاهلي حقق الفوز في 42 مباراه في جميع البطولات، تعادل 10، خسر 4، سجل 107 ودخل مرمى 31 هدف زي ما قلت لحضراتكم في احصائيات تسجيل الاهلي خلال هذا الموسم. دي كانت مجموعه من الاخبار والمعلومات المهمه جدا بالنسبه للاهلي، وكمان احصائيه كده رقميه على ماذا قدم الاهلي خلال هذا الموسم مع مارسيل كولر. طيب اخر اخبار الترند واللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، نخرج لفاصل وبعد الفاصل نواصل. طيب اخر اخبار الترند فيها كلام كتير جدا بخصوص السوشيال ميديا، نطلع نتابع اخر اخبار الترند. طيب اخر اخبار الترند والبدايه معايا من ترند الاهلي زي ما انتم متعودين معانا. البدايه في ترند الاهلي حساب في الجول بيقولوا في حاله نجاح الاهلي بضم مهاجم وجناح اجنبي سيكون مارسيل كولر منفتحا على فكره خروج احمد قندوسي سواء للبيع او الاعاره. خبر مش جديد، قريته على مدار الاسبوع الماضي في اكتر من مكان، ان الاهلي عايز يجيب جناح شمال اجنبي وعايز يجيب راس حربه اجنبي وفي تفاوض مع اكتر من لاعب، وزي ما قلت لكم قبل كده كل يوم هتسمعوا اسم جديد ما كانش بيتردد قبل كده، وهنفضل مستمرين في النظريه دي لغايه لما يتم الاعلان بشكل رسمي عن الصفقات المتبقيه خلال هذه الفتره استعدادا للموسم الجديد، لان لغايه دلوقتي الاهلي لم يعلن سوى عن امام عاشور. عموما هنشوف الفتره اللي جايه، ولكن الامر مرتبط بحاجتين: عدد الاجانب، قلت قبل كده بعد رحيل ميكيسوني، والنهارده حتى سيمبا التنزاني اعلن عن انضمام لويس ميكيسوني، قلت الاهلي بيفكر في مساله الاجانب بشكل بالحسبه والورقه والقلم. عندي 5 لعيبه، برونو سافيو مشي، وكمان اللي كان معار لويس ميكيسوني كمان مشي، لسه هنشوف موقف والتر بوالي. لو ظهر اسم اجنبي تاني مع المهاجم اكيد هيكون في فكره في مساله الخمسه. طبعا عندك معلول، ديانج، تاو، قندوسي، وكمان عندك كريستو، فانت بتتكلم على عدد كبير جدا من اللاعبين الاجانب. طبعا بعد برونو سافيو ما مشي خلاص مكان المهاجم هيكون مكانه، ولكن لو جبت مهاجم تاني او جناح مهاجم تاني اجنبي اكيد هيكون في تفكير في واحد من الاجانب، لان كمان كريستو مقيد تحت السن، ليس ضمن الخمسه الاجانب اللي في الفريق الاول. طيب حساب كوره بلس ميركاتو 2023، تطورات مفاجاه في اقتراب الشناوي من النصر السعودي. هي تقارير صحفيه وليست معلومات رسميه، عشان بس ناكد على المعلوم. التطورات المفاجاه ده طبقا للتقارير الصحفيه السعوديه بتقول ان في مفاوضات رسميه بدات من نادي النصر مع النادي الاهلي، لكن لغايه اللحظه دي كل الكلام ده غير صحيح، وما زالت هذه الاتصالات اتصالات وديه او اتصالات شفهيه، لكن هنشوف يلا كوره اتكلم عليها ازاي. اهي يلا كوره بيقولوا هي اتصالات وديه لم ترتقي للرسميه. مصدر يكشف ليلا كوره حقيقه العروض السعوديه لمحمد الشناوي. هناك اتصالات جرت من وسطاء لضم الشناوي لاحد الفرق السعوديه دون ذكر اسمه، لكن المبالغ الماديه لم تصل لاسم وقيمه محمد الشناوي. الاهلي لا يتعامل سوى مع المخاطبات والمفاوضات الرسميه، وبالتالي لا يمكن حتى الان الحديث عن اي شيء. الشناوي اسم وقيمه كبيره في الاهلي وهو قائد الفريق، وبالتالي في اذا جاء عرض رسمي ستتم مناقشته مع اللاعب نفسه والجهاز الفني وفي ضوء المصلحه العليا للفريق اولا، مع مراعاه ان الشناوي ضحى كتير لاجل النادي ورفض عروضا مغريه وقت احتياج الفريق ليه. تضحيات الشناوي محل تقدير كبير، وهو يحظى بمكانه خاصه لدى الجهاز الفني واداره النادي وعلى راسها الكابتن محمود الخطيب والجماهير، واي قرار سيتم وضع تلك الامور في الحسبان وقتها. الكلام ده قريب جدا جدا من التفاصيل الرسميه ومطبخ العمل داخل النادي الاهلي. وكمان حاجه ثانيه عايز اتكلم عليها بخصوص الشناوي. الشناوي لما حتى يجي العرض بتاع النصر السعودي عايز يحس ان حتى لما بينتقل للنصر السعودي انتقال يليق بمحمد الشناوي، لان النصر السعودي من اكثر الانديه اللي التقارير الصحفيه بتقول هو الاقرب لضم الشناوي. فالشناوي عايز يستمر في الاهلي، ولكن لو جه عرض مناسب بشكل رسمي يطلع بشكل كبير يناسب اسمه ومكانته ويليق كمان بالنادي الاهلي، مش فكره اتصالات كتير وارقام كتير بتتقال وكلها ليست واقعيه او رسميه حتى الان. وزي ما الشناوي دخل الاهلي بالبيت الكبير، لما يخرج اذا خرج برضه حابب يخرج من الباب الكبير. طيب المصري الرياضي وتصريح للكابتن حلمي طولان في احد البرامج، قال الاهلي عنده قدرات خاصه جدا تختلف عن كل انديه مصر. التصريحات دي دايما الكابتن حلمي بيتكلم لما بيتسال عن النادي الاهلي بيتكلم عليها بشكل كويس جدا وبيتكلم على الاهلي بشكل كويس جدا. حساب يلا كوره المشرف على الكوره في نادي الداخليه
اللواء عثمان الدسوقي المشرف على الكره في نادي الداخليه في احد البرامج، اتكلم وقال الاهلي وافق على تاجيل مباراتنا معاه في كاس مصر وابلغنا اتحاد الكره بذلك. طلب التاجيل جاي من نادي الداخليه، وشرحت القصه دي وقلت ان نتيجه فتح باب القيد الداخليه هيعاني ومش هيكون عنده قايمه يقدر يواجه بها الاهلي في ماتش الكاس يوم 30/7. يعني الاتحاد لما حدد ماتش الكاس يوم 30/7 ما قالش ساعتها انه هيفتح القيد قبلها باربع ايام، كان الناس كلها عارفه ان القيد هيتم بعد الدوري والكاس، لكن عشان الزمالك في البطوله العربيه فاتحاد الكره استثناء من اجل الزمالك فتح القيد. لما هتفتح القيد هتضر الانديه اللي هتكمل الموسم بتلعب مباريات الكاس، فبالتالي الداخليه عنده ازمه فطلب التاجيل. فسال الاهلي، الاهلي قال انا ما عنديش مشكله، عايز تاجل ناجل. اتحاد الكره ما بيردش لغايه دلوقتي، وفي الاتصالات بيقول لك لا مش هينفع اجل. ليه طيب؟ قال لك عشان الموسم اللي جاي. طب ما انت ماجل نصف النهائي والنهائي بسبب مشاركه الزمالك في البطوله العربيه، فهيتاجل كله يا اما تلعب كله. قال لك لا انا اكتفي بتاجيل نصف النهائي والنهائي احسن ما اجل كمان ماتشين كمان معاهم، اصل الموسم مرتبك. ما انت اللي خليك تاجل ثلاث ماتشات يخليك تاجل خمسه. موقف مش مفهوم من اتحاد الكوره. وهل لو كان طلب من الزمالك مثلا طلب التاجيل كان الاتحاد هيتعامل بنفس التعامل مع نادي الداخليه؟ مش عارف. طيب نروح لحساب بطولات ايضا المشرف العام على الكوره في نادي الداخليه، قال بعض اللاعبين عقودهم انتهت وسيرحلون عن صفوف الفريق وباب القيد للموسم الجديد بدايته يوم 27 المقبل. نفس الموقف تعرض له الجونه من قبل في بطوله الكاس وخسر بنتيجه 13-0 امام الاهلي، لذلك طلبنا تاجيل مباراه الاهلي في كاس مصر. لكن للاسف لغايه دلوقتي محدش رد بشكل رسمي والمباراه في موعدها. الوطن سبورت النهارده اتكلم على تحديد موعد الصدام المنتظر بين الاهلي والمصري في الكاس. الميعاد مبدئيا اتحاد الكره قال هيكون يوم 3/8. نلعب مع الداخليه في الكاس يوم 30/7، ان شاء الله نكسب باذن الله نتاهل للدور الثمانيه. هنلاعب المصري يوم 3/8، يعني راحه 31/7، 1/8، 2/8، تلعب 3/8، يا دوبك 72 ساعه ما بين مباراه الاهلي والداخليه عن مواجهه المصري في حال التاهل للدور ربع النهائي. طب الوطن سبورت بيقولوا مصدر امام عاشور يهدد مستقبل عمرو السوليه في الاهلي. بدانا وبدانا بدري قوي. بدري قوي ايه؟ ده بدري قوي 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 قوي، يعني الراجل لسه ما نزلش اول تمرين. امام عاشور يهدد مستقبل عمرو السوليه. خبر مثير شويه ولكن متعودين نشوف الاخبار دي زي ما شفنا سنين فاتت كتير. لما بركات كان بينضم، لما كان تريكا انضم، لما الاهلي ضم فلافيو قال لك فلافيو هدد عرش عماد متعب في الاهلي. وجي مانويل جوزيه استفاد من الاثنين. عموما لسه بدري يا جماعه على الكلام ده، يعني ما تحرقوش الاخبار دي بدري بدري. حساب يلا كوره غضب شديد، يلا كوره يوضح سبب قرار كولر بالمران الصباحي في الاهلي. يلا كورة قالت ان كولر غضب وزعلان جدا من التعادل مع الحرس، عشان كده تاني يوم عمل تمرين الساعة 9 الصبح. عمل محاضرة مع اللعيبة شرح خلالها الأخطاء مبديا غضبه الشديد نتيجة عدم التركيز، ولكن كولر برضو أكد للاعبين انه بيدرك ان في إرهاق سيطر عليهم، ولكن كان عايز يدي أجازة، لكن جت مباراة كأس مصر بوظت شكل الترتيبات لفترة الراحة والموسم الجديد. حساب الوطن سبورت موعد مشاركة إمام عاشور مع الأهلي، ظهور محتمل في السوبر الإفريقي. ده تاني خبر عن إمام عاشور في الوطن سبورت، مرة يهدد مركز عمرو السولية والنهاردة موعد مشاركته وظهور محتمل في السوبر الإفريقي. هنشوف كتير الفترة الجاية من الكلام ده، ولكن أنا بقول لكم لسه بدري قوي على التفاصيل دي. وحد عارف السوبر الإفريقي إمتى؟ ما هو لسه الأسبوع ده المفروض في زيارات لبعض الملاعب عشان يشوفوا الأماكن دي تستضيف ولا ما تستضيفش، الاتحاد اللي هيستضيف المباراة الميعاد المناسب ليه ايه؟ افرض الماتش مثلا اتأجل مثلا، يعني خدها مني كده ايه وحطها على جنب دلوقتي اللي كتب بس الخبر في الوطن سبورت. افرض ماتش السوبر الافريقي اتأجل، هيتلعب بعد كاس الامم، وده وارد على فكرة، وارد جدا الماتش يتأجل. وارد يكون الاهلي مثلا مش عايز الماتش يتلعب في اول 9 عشان فترة الراحة، وارد يكون اتحاد العاصمة الجزائري مش عايز الماتش يتلعب في اول 9 لانه لسه مخلص الدوري مفيش من يومين، مفيش فترة راحة، ده شهر واحد بس الاجازة مع الاعداد للموسم الجديد. يبقى ساعتها بقى ظهور محتمل في السوبر الافريقي بدايه الموسم في 9، ونتكلم على ماتش ممكن يتلعب في فبراير 2024. تاني خبر عن امام عاشور في الوطن سبورت، ماشي. حساب بطولات عاد الى فريقه التنزاني رسميا، نادي سيمبا يعلن تعاقده مع لويس ميكسوني لاعب الاهلي السابق في صفقه انتقال حر، وده النهارده تم اعلانه بشكل رسمي بعد ما الاهلي اعلن من يومين فك التعاقد بالتراضي.
طب الترند المحلي والبدايه بمنتخبنا الوطني. حساب بطولات بيقولوا فيتوريا يعلق على عوده امام عاشور من الاحتراف وانضمامه للاهلي. طيب هل فيتوريا علق؟ روي فيتوريا يرفض عوده اي من لاعبي المنتخب من رحله الاحتراف مهما كانت الظروف. واوضح فيتوريا في اجتماعه الاخير مع لاعبي المنتخب في معسكر 6 اللي فات هذا الامر تحديدا، وقال انه سيكون سعيدا في حال مشاركه 11 لاعب محترف في التشكيل الاساسي. وقال كمان فيتوريا في حديثه مع اللعيبه بان طريق الاحتراف ليس سهلا، يحتاج لجهد وعناء، ضاربا المثل بمحمد صلاح ورافضا عوده اي من لاعبي الفراعنه للدوري المصري. دي وجهه نظر روي فيتوريا اذا كان قالها للعيبه في معسكر شهر يونيو اللي فات. ولكن منتخبنا الوطني معظم انجازاته لما بيكون معظم التشكيله الاساسيه من الدوري المحلي خاصه من النادي الاهلي. فروي فيتوريا لو فاكر ان كيمياء نجاح منتخب مصر بالمحترفين يرجع للتاريخ ويقرا، ولكن كيمياء نجاح منتخب مصر مبنيه على التشكيله الاساسيه اللي ممكن تستفيد من خلالها انت كمدرب للمنتخب على لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. افضل مباريات الاهلي هذا الموسم. ايمي 74 بتقول الاهلي والزمالك الدور الاول والثاني، يعني ماتش 3-0 وماتش 4-1. وبيراميدز وفيتشر الدور الثاني رغم التعادل. طيب الاهلي مع كولر ممتع الصراحه، حتى الماتشات اللي تعادلنا فيها كنا الافضل ونستحق الفوز. استاذه نوره بتقول ماتشين الزمالك في الدوري وماتش بيراميدز في الدوري وماتشين كاس السوبر مع الزمالك وبيراميدز. ماتشات كتيره الحمد لله. استاذه هبه بتقول مباراه الاهلي والزمالك الدور الاول. استاذ عبد الرحمن مجدي بيقول تحياتي ليك يا استاذ محمد ولكل اسره البرنامج، هي مباريات كتير منها الزمالك دور اول وانبي دور اول برضه، اهلاوي صعيدي وافتخر، احلى تحيه للصعيده. استاذ محمد مجدي بيقول افضل مباراه هي مباراه القمه الدور الدوري الدور الاول 3-0 والدور الثاني 4-1، اما باقي المباريات فالاداء كان رائع واللاعبين كانوا ممتعين وده تسبب في اننا مكتسحين البطولات دلوقتي. اخر حاجه مهندس علي ابو الحمد بيقول الاهلي والزمالك الدور الاول، الاهلي والزمالك الدور الثاني، الاهلي وبيراميدز الدور الاول. طبعا اتفاق كبير جدا على ان نتيجه الاهلي مع الزمالك في الدور الاول والثاني هي من اهم مباريات الاهلي وافضلهم خلال هذا الموسم. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد قبل ساعات قليله جدا من مباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري العام. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.